دلوقتي خلينا نتابع أبرز وأهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في التقرير اللي جاي. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هيترأس اجتماع الحكومة الإسبوعي لمتابعة عدد من الملفات المختلفة بيعقوب مؤتمر صحفي. النهاردة هيلقي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية العظة الإسبوعية من كنيسة الملاك ميخائيل بشيراتون في تمام الساعة 6 مساء. النهاردة هيعقد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي جلسة مباحثات بالقاهرة مع وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، بيتناول اللقاء اللي بتعقبه جلسة مباحثات موسعة العلاقات المتميزة بين القاهرة ومدريد وسبل تعزيزها في المجالات شتى والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وده في ظل التصعيد المتسارع والخطير اللي بتشهده المنطقة. ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمر صحفي مشترك في ختام المباحثات.